الأهلي في هذه اللحظات استعدادا للمباراة الهامة جدا جدا، مباراة بيراميدز. بإذن الله مفيش أي حاجة هتأثر على أهداف النادي الأهلي، ومفيش أي حاجة هتحاول من خلالها أو يحاول من خلالها البعض إن هو يشتت أذهان اللاعبين. كله في النادي الأهلي عارف هدفه ودوره كويس جدا من خلال هذه المهام والأهداف اللي كل واحد عارفها بشكل مميز. إن شاء الله إن شاء الله هيحقق المطلوب لكل جماهير النادي الأهلي اللي أكيد في ظهر النادي الأهلي دايما. نعلق بقى على الأخبار في الصحف، نبتدي بمين؟ نبتدي بالأخبار المسائي. الأخبار المسائي بيقول إيه؟ بيقول الأهلي يحشد أسلحته، الفريق يتأهب لعبور بيراميدز، والشناوي جاهز لحماية عرين الأحمر. طبعا في تأهب وفي استعداد قوي جدا لمباراة بيراميدز، ده شيء مفروغ منه يعني، ما فيهوش نقاش. أسلحة النادي الأهلي في الحقيقة، الأسلحة بتكمن في إيه؟ في كل العناصر بتاعتك. أي عنصر عندك في النادي الأهلي هو سلاح بالنسبة لك، فبالتالي شيء كويس قوي قوي إن أنت عندك القايمة ما شاء الله كلهم، كل اللاعبين جاهزين، مفيش حد بيعاني من إصابات، حتى اللي كانوا مصابين رجعوا، مفيش غير سعد سمير ومحمد محمود وكريم نيلفيد هم اللي بعيد شوية، لكن القايمة اللي أنت مختارها كده كده كلهم ما شاء الله جاهزين، فبالتالي الأسلحة بتاعتك كلها متوفرة بشكل مميز، وبإذن الله يكونوا موفقين، دي أهم حاجة في الفوز في مباراة بكرة. لأن خلي بالك برضو ساعات يعني بعض الأوقات بتعمل كل حاجة في الكرة ما تبقاش موفق، لكن ان شاء الله التوفيق يكون حليف النادي الاهلي في مباراه الغد، وبرده النادي الاهلي يعمل كل حاجه في الكره، اداء ونتيجه باذن الله. متفائلين جدا جدا ومساندين جدا جدا للنادي الاهلي. نروح لخبر اخر او نكمل الخبر ده. الاهلي يتاهب لعبور، قلنا الشناوي بقى جاهز لحمايه عرين الاحمر، الشناوي خلاص جاهز، وربما يكون الشناوي هو الحارس الاساسي للنادي الاهلي غدا، كان الفتره فاتت يعني مجهد بشكل كبير، تم تجهيزه بشكل مميز لمباراة الغد إن شاء الله. بنسبة كبيرة هو الشناوي اللي هيحرس مرمى النادي الأهلي، رغم ما شاء الله برضو قوة علي لطفي، وفنيا حارس مميز جدا في الحقيقة، أي حد هيكون موجود إن شاء الله هيأدي المطلوب. نروح للمسا. الأهلي يعلن الطوارئ لموقعة بيراميدز، الخطيب بيحضر المران الأخير لتحفيز اللاعبين على الفوز، لاسارتي ركز في تدريبات على الكرات العرضية واهتمام خاص بأزارو. هعلق على حتتين بس أو كلمتين كده صغيرين. الخطيب بيحضر المران، وده دفع معنوي مهم جدا لما قيمة كبيرة زي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بيحضر المباراة وبيشد من أزر، أو بيحضر المران بالتحديد يعني، بيشد من أزر لاعبي النادي الأهلي قبل المباراة، شيء مطلوب معنوي مطلوب جدا جدا يعني. ودايما الكابتن محمود الخطيب بيبقى متواجد في متابعة التدريبات والحديث الدائم مع اللاعبين، والاهتمام اللي بينقله من قبل المسؤولين اهتمام طبيعي جدا، مسؤولين عن النادي الاهلي بالفريق الاول، فطبعا مؤازره معنويه مهمه جدا قبل المباراه، اهتمام خاص بوليد ازارو. وليد ازارو بيعود للتالق من خلال مباراه اطلع بره. هتقول لي ده فريق سهل قوي اطلع بره يعني، جاب جونين ايه المشكله، انتم مضخمين الموضوع ليه؟ لا، معنويا الجونين دول هيفرقوا معاه، يجيبوا له ثقه اكتر، فاهم؟ فبالتالي يقدر ان هو يتالق بشكل اكبر واكبر خلال المباريات الجايه، فما تقللش خالص من قيمه الجونين اللي جابهم وليد ازارو في فريق اطلع بره. لا، ان شاء الله دي بدايه لعوده وليد ازارو بتاع اول سنه مع النادي الاهلي، اول موسم ليه مع النادي الاهلي، كان هداف الدوري 18 هدف، فلاعب برده عنده امكانيات مميزه جدا في الحقيقه. ازمه تضييع الفرص دي ان شاء الله هيتم التعامل معها، واضح ان في اهتمام كبير من الجهاز الفني بوليد ازارو في هذه الجزئيه بالتحديد. نروح للوفد. الاهلي يحشد القوه الضاربه لموقعه بيراميدز ويؤكد جاهزيه معلول وربيعه. جاهزيه معلول وربيعه دي خلاص اتاكدنا منها من خلال زميلنا العزيز شريف شعبان. الخطيب يحفز اللاعبين من مكافئات الحصد الثنائيه. المكافئات مش هتكون من خلال المباراه اللي جايه دي بس يعني، هي مكافاه بالنسبه للنادي الاهلي او للاعبين تبقى من خلال الفوز بالبطوله دايما. انت اي مركز هتاخده غير المركز الاول او تخرج من اي بطوله من ادوار اقصائيه انت ما حققتش حاجه خالص، فهيبقى اكيد في مكافئات لما تاخد لما تكسب البطوله وتجيبها لجمهور النادي الاهلي، فده امر طبيعي يعني. طيب الجمهوريه. الاهلي جاهز لبيراميدز وقيد محمود. جاهزيه الاهلي بيراميدز خلاص اتكلمنا فيها، لكن قيد محمود ومقصدهم اكيد على محمد محمود. النادي الاهلي بيتبقى في قائمته اربع اماكن فارغه. الاختيار ما بين مين مثلا، او الكلام دايما على مين؟ سعد سمير، محمد محمود، مين تاني؟ في مين تاني يا جماعه؟ في اكتر من لاعب يعني. فكريم نيدفيد كمان، احمد حمدي،
يعني بعض الاسماء الكتيره هشام محمد كلام كتير يعني في البعض ان خلاص الملف بتاعهم بقى مع مدير التعاقدات يعني بيسمع العروض اللي بتيجي للعيبه دي خد خلاص الضوء الاخضر بخصوص هؤلاء اللاعبين في السماع لبعض العروض اللي بتجي لهم وفي البعض الاخر بيتم المفاضله لكن خليني اقول لحضراتكم الموضوع بسيط جدا اقرب اثنين للقيد في قائمه النادي الاهلي اثنين من الاربعه اقرب اثنين سعد سمير ومحمد محمود يعني الموضوع بنسبه كبيره هما الاقرب ما سعد سمير خلاص بيعود للتدريبات بشكل طبيعي وقيمه ولاعيب مميز محمد محمود لعيب منتظر جدا الناس كلها منتظراه يعني محمد محمود لعيب كبير اصابه عطلته فدول اقرب اثنين احنا بنقول اقرب اثنين تمام ركز اقرب اثنين لكن هتقولي طب وكريم ندفد ما كريم ندفد ازاي هقول لك ان كريم ندفد لسه الاصابه بتاعته مطوله شويه مش عارفين التفكير في الجهاز الفني هيكون ازاي هل ايد كريم ندفد دلوقتي ولا استنى شهر يناير واستفاد بالمكان ده ده كل ده هيتضح امتى لما كريم ندفد يرجع من المانيا و بالتقرير بتاعه تقرير طبي ونعرف موعد عودة كريم ندفد امتى فاكيد كلها امور بتشغل بال الجهاز الفني لكن اللي بيشغل بال الجهاز الفني اكتر هي مباراه بيراميدز طبعا بكره ان شاء الله. اليوم السابع بتقول ان لاسارتي يحفز لاعبي الاهلي خطه الصقر من بيراميدز في الكاس. مش صقر ولا حاجه بيراميدز طبعا تفوق على النادي الاهلي في الماتشين في الدوري من الاخر كسبوا الاهلي ماتشين. لكن في الاخر حتى لما كسبوا الاهلي ماتشين مين اللي خد الدوري الاهلي رغم ان احنا ما بنتمناش طبعا الاهلي يخسر ماتشين يعني ما كناش حابين كده اكيد يعني لكن النتيجه النهائيه بتاعه البطوله الاهلي اول بطوله الدوري نادي الزمالك الثاني بيراميدز الثالث ففي المجمل انت خدت البطوله برضه لكن المباراه دي اهم طبعا مباراه بكره تكسب ان شاء الله باذن الله بيراميدز من فوش موضوع مش صقر ولا حاجه انت بتكسب عشان تحقق هدفك هدفك مش تتخطى بس بيراميدز هدفك انك تفوز بالبطوله فمش صقر ولا حاجه يعني ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يكون موفق في مباراه الفيفا والجبلايه وعشان الخزينه الحمراء ب 2 مليون جنيه ودراسه عروض باسم وهشام ومارسيلو زي ما قلت لحضراتكم وامبارح اتكلمنا في الموضوع ده وكنا جبنا كلام على لسان الكابتن سيد عبد الحفيظ ان في بعض اللاعبين خلاص الملف بتاعهم اتحول لمدير التعاقدات امير توفيق في النادي الاهلي عشان يسمع العروض وبعد ما يسمع العروض يشوفوا الانسب ايه هنطلع الفلان الفلاني ده اعاره هنبيعه طب المقابل هيبقى ايه؟ الامور هتمشي ازاي؟ كلها البنود التعاقديه كل دي امور بتاخد وقت شويه من الاخر يعني بتاخد وقت وهنعرف كل الجديد الخاص بمستبعدي النادي الاهلي. امبارح على فكره احنا قلنا اسماء يعني امبارح قلنا ناصر ماهر ملفه مع امير توفيق وقلنا هشام محمد ولاعب اخر هفتكره مع حضراتكم دلوقتي. طيب نروح للاهرام ومؤمن زكريا طبعا قلنا امبارح الاهرام بقى العنوان ده مهم قوي فحوصات طبيه لمؤمن زكريا في المانيا والاعتزال يطارده معسكر سكندري الاهلي استعداد لبيرنز تحفظ على تعديل عقد الشناوي احنا موضوع الاستعداد لبيرنز ده خلاص اتكلمنا فيه كتير لكن هناخد الجزء الاول من العنوان فحوصات طبيه لمؤمن زكريا امبارح قلنا لحضراتكم ان خلاص مؤمن زكريا مسافر المانيا و هيبقى فيه فحوصات طبيه ليه يشوفوا الاصابه طيب العلاج هيكون ايه النادي الاهلي مهتم جدا بعلاج مؤمن زكريا ومش هيقيده في القايمه لان مش هيستفاد بيه لان قدامه 3 4 شهور فعايده ليه فبالتالي مع ذلك المؤمن هيسافر المانيا ونعرف حالته بالظبط هتكون عباره عن ايه والامور هتمشي ازاي الاعتزال يطارده ده يعني انت بتهبط من معنويات اللاعب مؤمن زكريا قيمة كبيرة ولاعيب كبير مع النادي الأهلي وجاب ألقاب للفريق وأهداف كتيرة للفريق. ليه بنحاول نهبط من معنويات البعض خصوصا في ظروف صعبة زي دي؟ ما بالك بقى اللي مكتوب في متن الخبر يعني متن الخبر بيقول لك إيه؟ هو اللي كاتب الخبر بالمناسبة يعني الصديق العزيز هو صديق عزيز وخلاص تمام؟ كاتب ايه؟ ان مؤمن زكريا في معسكر اسبانيا النادي الاهلي خلى دكتور هناك في اسبانيا يكشف عليه لان ممكن يكون عنده مشكله في الاعصاب، دكتور اعصاب هو اللي كشف على مؤمن زكريا فهيخلوا دكتور اعصاب تاني في المانيا، طب انت حضرتك كنت موجود مع النادي الاهلي في المانيا؟ ما كنتش موجود مع الاهلي ما اعتقدش يعني هتعرف منين؟ إيه؟ عرفت منين؟ إيه؟ حد حكى لك يعني؟ مش كده ما فيش كلام ده. فمؤمن زكريا ان شاء الله باذن الله مؤمن يرجع احسن من الاول باذن الله يكون موفق في فتره علاجه 3 4 شهور ان شاء الله يعود من خلالهم مؤمن زكريا لسابق عهده ويبقى افضل وافضل كمان من قبل كده.
التحفظ على تعديل عقد الشناوي. انا ما بحبش اعلق على الحاجات دي لان دي امور كلها ماديه تخص اللاعب نفسه وتخص النادي الاهلي. النادي الاهلي لو شايف ان في لعيب يستحق التعديل دلوقتي هيعدي. النادي الاهلي ما بيتاخرش في اي حاجه ولا مسؤولين بيتاخروا في اي حاجه خالص بتخص النادي ككل مش الفريق الاول بس. يعني نروح للدستور. الاهلي يعسكر بالاسكندريه استعدادا لمواجهه بيراميدز، خلاص اتكلمنا فيها. وتكليف رباعي الدفاع بايقاف انطوي وعبد الله السعيد. في الحقيقه بيراميدز عندهم خط هجوم قوي جدا، انطوي، اسلام عيسى، عبد الله السعيد، اريك تراوري، في كمان محمد فاروق، في ناس كثيره، في ناس كثيره في فريق بيراميدز. فاكيد بيبقى في تكليفات خاصه للدفاع، مهام معينه بالتحديد دفاعيا، واكيد في مهام هجوميه برضو، كلها امور بتخص الجهاز الفني، بتخص مستر مارتين لاسارتي مدير فني للنادي الاهلي. لكن انطوي طبعا مهاجم خطير. عبد الله السعيد نتمنى باذن الله ان هو يستمر على مستواه مع منتخب مصر في بطوله الامم الافريقيه، كان مستواه سيء جدا، ان شاء الله يكون بنفس السوء في مباراه الغد، لان في الحقيقه عبد الله السعيد لعيب كويس جدا، لكن ان شاء الله ما يكونش موفق اطلاقا بكره امام النادي الاهلي. في اخبار كمان بيقولوا لي دلوقتي ان انطوي عنده اصابه في الظهر واحتمال ما يلحقش مباراه الغد. هنشوف الامور هتمشي ازاي. ايا كان النادي الاهلي مستعد لاي مباراه باي قايمه من اللاعبين اللي هتواجهك. النادي الاهلي اكبر من ان هو يستنى اصابه حد يعني. طبعا نروح للشروق. احمد فتحي يستفسر من لاسارتي عن اسباب عدم مشاركته مع الاهلي، اللاعب مستاء من الاستبعاد ويدرس الرحيل في يناير والجهاز الفني. يعني الموضوع كبير قوي كده. طب ما هو احمد فتحي لو هو زعلان، طيب وناخدها واحده واحده. اولا احمد فتحي لو زعلان هو لسه فتره انتقالات مفتوحه، هيطلب ان هو يمشي دلوقتي هيستنى ليناير ليه؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، طبيعي جدا اي لعيب ما بيلعبش اساسي بيزعل شويه، بيبقى نفسه يلعب، ده اي لعيب طبيعي جدا بيبقى كده، ده شيء مفروغ منه. لكن لو معنى كده ان اي واحد هيزعل ان هو مش هيلعب اساسي يبقى الفرقه كلها هتمشي، لان انت وارد احمد فتحي يلعب اي مباراه ومحمد هاني يقعد او غيره من اي لعيب من اللعيبه الموجودين في النادي الاهلي في مختلف المراكز. الدنيا ما بتمشيش كده خالص. في زعل وارد وشيء بديهي ان يكون في زعل ان هو ما بيلعبش اساسي، غيره مش زعل، انا عايز اسميها غيره، نفسه يلعب ويساهم في البطولات والمباريات كعاده احمد فتحي. لكن في ازمه؟ لا مفيش ازمه اطلاقا. احمد فتحي لعيب محترف جدا وعارف دوره كويس قوي 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 ومهامه ايه وواجباته ايه وبيأديها بالشكل المطلوب وبيتمرن بمنتهى القوه. ولو هو كان عايز يمشي قدامه الفرصه كانت دلوقتي ان هو يتكلم مع المسؤولين، ليه هيستنى يناير؟ فالخبر غريب شويه. عندي لسه خبر تاني عايز اعلق عليه، بس خلينا نروح لفاصل. بعد الفاصل نكمل تعليق على الاخبار، يلا بينا.